دواعي هذا الاحتجاج. درنا هذا الاحتجاج نظرا للهجمة الشرسة اللي هجمتها الجماعة الحضارية على الحقوق والمكتسبات ديال الموظفين داخل الجماعة الحضارية، من ضمنهم مجموعة ديال المطالب، والملف مطلبي فيه 14 نقطة. حنا غنقتصروا على جوج النقط ولا ثلاثة، منهم امتحان الكفاءة المهنية اللي هزوا لنا الامتحان ديال الكفاءة المهنية وداوه للجامعة. الدليل علاش داك الشيء؟ لأن عندنا أطور، كفأة اللي في مصلحتها بأنها تسير هاد الامتحانات الكفاءة المهنية وحولوها لنا الجامعة. علاش حولوها الجامعة؟ لأن حولوها الجامعة لأن هاد امتحانات كفاءة مهنية كيشرفوا عليها الأطور ديالنا، المسؤولين ديالنا، وهاد الكفاءة المهنية ما كتمنحش بها ديبلوم ولا شيء، هي كترقية. لأن إلا جيتي تشوفي بأن هاد الأطور ديالنا وداك الشيء عندهم واحد الكفاءة مهنية، هما اللي خصهم يدوزوا لنا الامتحانات، هما اللي خصهم يشرفوا عليها. علاش؟ لأن أهل مكة أدرياء بشعابها، لهذا شدوا الامتحانات ديالنا وداوها للجامعة وخلصوهم. ما عندهم حتى شي فكرة، ما كيعرفوش كيدور داخل الجامعة الحضارية. والدليل على ذلك حنا كنقولوا نكون هاد الناس ديال الجامعة بغاو يدوزوا الامتحانات ديالهم، واش يمكن الأطور ديال الجامعة الحضارية هي اللي غادي تشرف عليهم؟ لا يعقل. النقطة الثانية اللي حساسة وجات في الجوهر ديالها هي الساعات الإضافية. هاد الساعات الإضافية كانوا من العيد الاضحى لعيد الاضحى كياخذوها جميع الموظفين من السلم 6 حتى السلم 9. جينا كنتفاجئوا هذه السنه بانهم قلصوا هذه الميزانيه اللي كانت 14 شهر، قلصوها ل 8 شهور وصدروا مذكره بدون علم ديال النقابات. كانت موظفه الجماعيه كانت عندها واحد المكانه، كانت عندها خدمة تقوم بها، كان عندها واجب تقوم به، كانت مضحية بأشياء كثيرة باش تكمل ديك الخدمة ديالها وتقوم بالواجب ديالها. تنتفاجئوا مؤخرا منين توحدت المدينة تقلصات الخدمة عندنا في الإدارة، تقلصات، يعني ولينا حاضرين في المكاتب ديالنا ولكن بالشبه ما لاقيين ما نديرو. كل هالخدمة مشات للمدينة ومشات مديرية الموارد البشرية. هذا هو المشكل اللي وقعت في الموظفة. والمشكل اللي وقعت في الموظفة ثانيا تتجي تتجلس صحتها تتمشي ليها بداك التخمام، اشنو غادا دير في هذه الاداره؟ ما عندها ما غادا دير. والمشكل اللي طايحه فيه ثاني ها هو يجينا المشكل ديال السويع. هذا بيت، هذا ربما اسره، كنا كريديات، اللي عنده طريطه ديال الدار عنده، اللي عنده شي واحد مريض هز له لافاكتور ديالو ديال لافارماسي، كاين اللي عنده الفاكتور ديال ما وضو، كاين اللي هز عائله، كاين اللي هز جوج عائلات. هو هاد السياسه الممنهجه ديال مجلس مدينه الدار البيضاء فيها تخلي على المرفق العام وفيها تكلفه، لانها تواجد شركه التنميه اللي الان ما يفوق واحد خمسه ولا سته ديال الشركات، ولا الان العمل كله كيتعطى لشركه التنميه وهي اللي عاود كتقوم بالعمل وهي اللي كدير التعاقد مع شركات التدبير المفوض او شركه المناوله. بمعنى هنا ولات عندنا تكلفه داخل مدينه الدار البيضاء، ووصلنا لهذيك المنهجيه ربما هي مقصوده لإقصاء العنصر البشري ديال الجماعة اللي هو دائما يساهم في المرحلة الانتقالية. كيف جاء التدبير المفوض كالعنصر البشري والموظف الجماعي هو اللي يساهم في المرحلة الانتقالية وتثبيت هذيك السياسة ديال التدبير المفوض، الآن يساهم في المرحلة الانتقالية ديال شركة التنمية. ولكن للأسف العاملين داخل شركة التنمية كيتقاضوا واحد الأجر خيالي ومرتفع، والموظف الجماعي مهمش، وهذا كيعطينا تدني الخدمات العموميه. على مستوى مدينه الدار البيضاء وقع واحد كما تنسميه بانه ما كانش واحد اللقاء مسؤول مع الجهاز ديال التنسيقيه النقابيه باش يمكن لنا نحلوا هذه الاشكاليه بعد اولا ديال الشركات المحليه في اطار دفتر التعاملات. مي تتخلق الشركات الان على مستوى جماعه الدار البيضاء، عدد من الشركات الان تيتخلقوا، اشنو هو دور الموظف والاطار داخل هذه الجماعه؟ يعني هذه حقره تيتحقروا بها الناس ديال الموظفين والجماعه جماعيين. علاش؟ مي تتخلق الشركات تيعزلوا داك الشيء اللي بغاو وما تياخذوش كل شيء. دار دفتر التحملات ديال جميع الشركات ولو نقاش واحد معاهم في اطار الشق الاجتماعي ديالهم. تنتمناو بان هذا المجلس وهذا المكتب ديال جماعه الدار البيضاء يفتح حوار مسؤول باش نشوفوا وضعنا حالي كموظفين كاطور ديال هذه الجماعه. مي تنجيو وتلقاو بعض الامور ديال المكتسبات ديالنا تتمشي، من ضمنها الترقيه، من ضمنها الامور ديال الساعات الاضافيه، منها تعويض الاعمال الشاقه الملوثه، يعني هذا الشيء من المكتسبات اللي كاتبينها في الاعلان ديالنا وفي المراشير ديالنا وفي مسائلنا. لان الان تنجيو حتى لمناسبات عيد الاضحى وتوقع لنا واحد المشكل، تيجي يقول لك بانك عندك 8 اشهر فقط في هذه الميزانيه هذه.
واش هذه الميزانيه ما تتبريبارا ما تعطيوش واحد الامور كافيه لها لا 8 اشهر ديال 2017 ولا العام ديال 2017 و2018 السنه كلها، يعني واحد 20 شهر الان اللي غنمشيو عليها ما غنتخلصوش الان حتى في هذه الشهور اللي جايه الان.